السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة خديجة أم إسحاق، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، غطا بسيط وسهل ولذيذ. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للصوص البيضاء أو الصلصة البيضاء، عندنا جوج كيسان ديال الحليب، عندنا الزيت، ثلاثة ديال الفرماجات، شوية ديال المعدنوس، ثلاثة ديال البيضات. هادو هما المكونات ديال الصوص البيضاء. ندوزو دابا للطريقه. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا ندير الحليب. غادي نزيد البيض، ثلاثة ديال البيضات، غادي نزيد ثلاثة ديال الفرماجات، شوية ديال البيض، صافي. كنوضعو في كاسرول وكنخليه فوق النار حتى يعقد ليا. صافي، من بعد ما عقد لينا كيجي على هذا الشكل، هذا كيعقد، يعني كتخليه حتى يعقد فوق النار. دابا غادي نزيد عليه فرماج احمر، يعني فرماج حمر كتزيدي الكميه اللي عجبك. صافي، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي زوين وبنين. بالنسبه للغطا، عندي هنايا الدجاج، صدر ديال الدجاج قطعته مربعات، قطعت البصله شحرتها مع شويه الملح حليب زهر، زدت معاه هذاك الدجاج، درت معاه الثومه غبره، بصله غبره، شويه ديال عطريه ديال الشاورما، وشويه القزبر ومعدنوس. صافي، كيتشحروا مع بعضياتهم وكتحيديهم. عندنا بطاطا مقليه، وهذا الصوص بيشاميل اللي وجدنا كيجي على هذا الشكل. هذا دابا غادي ندوزو المونتاج ديال الكغاطا. صافي، كناخذ المول عندي انايا اوفال ديال الكغاطا. صافي، غادي نبدا ندير شويه ديال الصوص بيشاميل، غندير شويه بطاطا فريت، وغادي ندير طبقة ديال الدجاج، غادي نزيد البيشاميل، كنحاول نوزعو فوق الدجاج. وغادي نزيد بطاطا فريت. صافي، كنحاول نوزعها. بطاطا فريت رانا سلقتها وقليتها.
بالك راه غادي نحاول نقاد الصوص اللي عندي وندخلها ندير لها الفرماج من الفوق وندخلها للفران.